السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت. بالدموع والأسى يحيي مئات ملايين الأحرار حول العالم ذكرى 40 سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فيما ازدحمت مدينة كربلاء المقدسة بملايين الزائرين منهم مجددين عهد الولاء والوفاء للنبي المصطفى وآله الأطهار عليهم السلام. زيارة تمثل أكبر تجمع إنساني في مكان واحد على هذه المعمورة، زيارة لطالما حاول الطغاة طمسها فرحل الطغاة إلى مزابل التاريخ وبقيت خالدة، زيارة أبهرت العقول وعجزت الأقلام عن وصفها ووصف ملايين القلوب التي تردد قبل الحناجر نداء عمره قرابة 14 قرنا من الزمان، نصه: لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، فالسلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ننشف كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالة وميسرينها. يجدد ملايين المسلمين من أنحاء المعمورة عهد الحب والوفاء للنبي الأعظم صلوات الله عليه وآله في إحياء ذكرى 40 استشهاد سبطه الإمام الحسين عليه السلام في 20 من صفر من كل عام. وبلغت المراسم ذروتها هذا العام مع تدفق ملايين الزوار من داخل العراق ومن 80 دولة أخرى سيرا على الأقدام وسط استنفار أمني كبير. وتبذل الجهات العراقية الرسمية والشعبية قصارى جهدها منذ بداية شهر صفر وحتى انتهاء مراسم 40 لتأمين سلامة وسهولة تنقل وإقامة الزوار، إضافة إلى عشرات آلاف المواكب التي تقام يوميا وتقدم الطعام والشراب على حب الإمام الحسين عليه السلام. يأتي ذلك فيما توقعت مصادر رسمية عراقية أن تشهد أعداد زائري 40 الإمام الحسين عليه السلام زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي والأعوام التي سبقته. ورأت تلك المصادر أن عدد الزوار غير العراقيين سيتجاوز 2 مليون شخص هذا العام، بينما لم يتعد عددهم العام الماضي 1.5 مليون شخص. وفي هذا السياق أكد مدير عام المنافذ الحدودية أنه حتى يوم الاثنين الماضي وصل عدد الزوار الأجانب 1.5 مليون زائر. وذكر المدير أن المنافذ الحدودية استقبلت ألف الزوار العرب والأجانب من جنوب أفريقيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وكازاخستان والهند وإيران وأمريكا والكويت والبحرين والسعودية واليمن، بالإضافة إلى دول أخرى. جينا ننشد كربلاء، جينا ننشد كربلاء، جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بها زينب.